كانت طالبة متفوقة جداً، متفوقة، جابت مجموع كبير في الثانوية العامة. يمكن كان خبر سيء بالنسبة لها ان هي تجيب المجموع ده، لانه اهلها استخسروا المجموع وقالوا لها لازم تدخلي طب او صيدلة. هي كان نفسها تدخل فنون جميلة، دخلت صيدلة تفوقت فيها، اتجوزت، خلفت، اشتغلت صيدلانية، فتحت اجزخانتها وفضلت سنين تمارس الصيدلة. اولادها كبروا ودخلوا الجامعات، وابنها دخل صيدلة. بعد سن 45 ادت لابنها مفتاح الأجزخانة وقالت له الصيدلة دي ليك، ودخلت هي فنون جميلة، حلمها اللي كان. قالت صحيح أنا نجحت وتحققت في الصيدلة، بس أنا عندي حلم تاني. دخلت كلية فنون جميلة، تفوقت فيها وتعينت معيدة. والحقيقة إنه هي ضيفتنا النهاردة مش بنقدمها على أنها الدكتورة الصيدلانية منى علي رجب، لا، بنقدمها على أنها الأستاذ المساعد لفنون جميلة إسكندرية، دكتورة منى علي رجب. أهلا يا دكتور، أهلا بحضرتك، أهلا بيكي، تشرفتينا، اتفضلي. أهلا بحضرتك، سعداء بوجودك. سعداء بوجودك يا دكتورة. ربنا يخليك يا رب. قصتك كمان فيها تفاصيل كتيرة قوي، يعني حضرتك دلوقتي ما جاي لنا على أساس حضرتك أستاذ مساعد في فنون جميلة، بس الحدوتة قديمة قوي. أيوة فعلا، القصة بتاعت الثانوية العامة والكليات القمة والمجموع الكبير، وهي طبعا مناسبة قوي للوقت ده، أن كل الناس عايزة تخش كليات القمة المجموع كبير. أنا للأسف كنت جايبة مجموع طب، أعلى مجموع يعني، وده كان فعلا للاسف، لان انا كنت يعني غاويه، او يعني امنيتي وحلمي ان انا اخش كليه فنون جميله، وكنت داخله قدرات وناجحه وكله. لكن زمان بقى ما كانش اهلي رفضوا ان انا اخش فنون جميله، لان كانت ب 50% ومش عارفه ايه وحاجات كده، فلازم هتخشي صيدله، وعندنا جراج هنعمله صيدليه، وده يبقى بزنس الاسره. هي البدايه كانت كده. دخلتي صيدلة وتحققتي، وكان على فكرة الموضوع خلص، يعني في حلم ونجحتي فيه وشكرا. فعلا كان المفروض خلاص، يعني ان انا استقريت واتجوزت وخلفت 3 شباب زي الفل، وزوجي طبعا مستقر في عمله، وكلنا يعني، وده بيزنس الأسرة. يعني حتى بعد ما بابا جاب الصيدلية الأولانية، بعد ما اتجوزت جوزي جاب لي صيدلية خاصة، وكان بيزنس الأسرة، مكانش ينفع اسيبه. مش محتاجة حاجة. لا مش محتاجة حاجة. الحلم اتستف. وانا عندي 45 سنة، وولادي شباب، واحد ثانوية عامة وواحد واثنين في جامعة، صيدلة وبزنس، والأخير كان دخل الهندسة بعد كده. كان عرفت من زوجي، كان صديق لأستاذ دكتور محمد شاكر عميد كلية الفنون سابقا، وقال له مراتي بترسم على كل حاجة وعندها يعني خلاص، يعني مش عارف هترسم على الحيطان والشبابيك، وقال له طب خلاص نشوف شغلها وكده. وعرفت منه بقى ساعتها، قال لي عندها موهبة فعلا بس محتاجة رعاية. وكان عرفت منه بقى ان انا ممكن ادخل كلية فنون جميلة بالبكالوريوس الصيدلة حتى وانا عندي 45 سنة. تبقي بقى يعني مش منتسبة، تبقي منتظمة. منتظمة. منتظمة، وفي امتحان قدرات للمؤهلات، وفعلا دخلت طبعا. دي كانت المعلومة الجديدة بالنسبة لي. دي الجديدة، اول مرة اعرفها، كان بالنسبة لي يعني زي حلمي القديم جالي ان انا اخش كليه الفنون. بس وفعلا طبعا جوزي اتخض وقال لي كليه ايه اللي هتخشي دلوقتي، والولاد في ثانويه عامه ومذاكره والبيت والبيزنس بتاعنا بتاع الاسره الصيدليه. قلت له مفيش حاجه ان شاء الله هتتاثر، وهاجي على نفسي واعمل كل ده، ولو في حاجه جيت عليها ممكن اسيب يعني وارجع تاني، لان مفيش حاجه بتجبرني يعني. بس طبعا حطيت هدف بقى ان انا ربنا جابها لي، فمش هسيبها يعني. مش هسأل حضرتك عن المجهود المضني اللي أكيد ممكن سيدة ولادها في ثانوية عامة وهي داخلة فنون جميلة. كنت عايز أسألك يعني السكاشن والمحاضرات والفنون جميلة دي مش كلها سهلة يعني. طبعا. كل زمايلك بقى قد ولادك أو أصغر من ولادك. أيوة فعلا. احكي لي عن يعني المشهد ده كان إزاي؟ كان طبعا شباب زي الفل زيهم كده، 18 سنة و 17 سنة، وأنا كان فاكريني أم جاية أوصل بنتي او ابني. لكن في النهايه بقى لما طبعا شافوني، دول دفعتي على فكره، وانا بتخرج في سنه رابعه، كان عندي ساعتها 51 سنه، فدي كانت مفارقات جميله جدا، بس انا كنت معاهم كاني امهم يعني، في نفس الوقت انا صاحبتهم، بس
كاني امهم. الاول ما كانش فيه حرج يا دكتوره؟ انا ما فكرتش بصراحه لما جالي الحلم ده، ما فكرتش في اي حاجه يعني، هم يمكن هم اللي كانوا بيستغربوني، لكن انا كنت عايشه دور كان حياه جديده فعلا، واحده عندها 18 سنه وبتبتدي حياتها تاني واول مره تخش الكليه، فدي اللي كانت بتسعدني ان انا بعيش حياتي مره تانية. بس كان في طبعا ناس كتير بتستغرب، اساتذه وزملاء وموظفين، كنت باخد مكافاه كمان تفوق لان انا طول عمري شاطره وكده. فلما دخلت كليه فنون كنت بجيب امتياز 5 سنين مع مرتبه الشرف، وطلعت الاولى على الشعبه والقسم بتاعي، وكان المفروض اتعين. بس كان ولاد حضرتك اتخرجوا اصلا بقى؟ كان ابني الكبير مازن مخلص اكاديمي وبيشتغل، وابني الثاني شادي اللي هم بقى باباهاتهم. دول احفاد حضرتك؟ دول احفادي. اهلا 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 عمر. عمر، طب قولي لنا كده الاسماء. جنى الحفيده الاولى. جنى ياسين، دول ولاد ابني الاولاني. ابني الثاني دكتور شادي ابنه يوسف، ليلى، وكان في الخامس بقى كان نفسي اجيبه ابن زين ابن ربنا احمد، يحميهم بس صغنن. ربنا يحميهم.